مرحبا بكم الناس الكل. المنتخب الوطني كمل كل التحضيرات المقابلة الانكار في الكاس العربية غدوة ضد المنتخب العماني. واخر الاخبار وكواليس التمارين اخذوها من عند مبعوث موزايك الخاص لتغطية المسابقة ماكي عوني. مرحبا ماكي. مرحبا حيدر. مرحبا بالناس مع فينا الكل. بالفعل المنتخب ما عندوش برشا من يكمل تحضيراته بجراء اخر حصة تمارين كانت كالعادة في مركب العجلة اللي ترينا فيه المنتخب الوطني التونسي من بداية التظاهرة هذه حصة التمارين. شهد التنظيم حمزة المثلوثي اللي التحق اليوم صباح التربص المنتخب الوطني التونسي بعد شفائه الثامن فيروس كورونا، دونك تدرب مع المجموعة بصفة عادية. كيف ياسين الشيخاوي تدرب مش بصفة عادية 100% لأنه بقل كونتاكت، مازلنا خايفين على ياسين الشيخاوي، لكن الحصة تواصل فيها يعني تدرب علي معلول على انفراد علي معلول وحالته الصحية أحكي عليها منذ الكبير اليوم في المؤتمر الصحفي. بالنسبة لي قاعد يعمل في مجهودات كبيرة مع الإطار الطبي، قاعد يقدم بخطوات ثابتة. البارح كان فما إيرام تعمل وكان طيب، الدرب زاد كيف بنسق عالي البارح، مازال ما دخلش مع المجموعة، إن شاء الله ينفع وقت الإطار الطبي يعطي الترخيص لعلي معلول باش يدخل مع المجموعة كوقتها نتكلموا على المرحلة الثانية إن شاء الله. يعني باختصار نجم نتكلموا على علي معلول في الدومي فينال إن شاء الله كانت رشحنا. ان شاء الله ان شاء الله، يعني من المستبعد جدا انه ينجم يكون حاضر في المقابله نتاع غدوة، ماهوش تم المجهد فيه لانه ما خذاش الضوء الاخضر من الاطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي. حتى ياسين شيخاوي حيدر من المستبعد جدا انه النجم نشوفوه في المقابله نتاع غدوة. المنتخب زاد باش تحرم من لاعب اخر اللي هو محمد علي بن رمضان اللي اليوم بعد نهايه المؤتمر الصحفي بالضبط الجامعه التونسيه تلقات مراسلة من الفيفا بعد الاستفسار اللي بعثته بخصوص عقوبة محمد علي بن رمضان، والفيفا علمتها أن العقوبة هي زوز مقابلات، تعادت من المقابلة اللي كانت مباراة المنتخب الإماراتي، والمقابلة الثانية باش تكون مقابلة غدوة في ربع نهائي كأس العربية ضد منتخب عمان. وإن شاء الله محمد علي بن رمضان يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله بعد الترشح في المقابلة نتاع غدوة، إن شاء الله يرجع في الدور نصف النهائي. هذا اللي نتمناه بالنسبة لمنتخبنا. نذكر أنه غدوة الأربعاء نتاع العشية هو موعد المقابلة ضد المنتخب العماني في ربع نهائي كأس العرب. شكرا لماكي عوني مبعوث موزايك الخاص لتغطية الكاس العربية. أوروبيا والبارح بعد ما كملنا دور المجموعات في الشامبيونز ليج الليلة الجولة الخامسة الجولة السادسة في الأوروبا ليج، وهذا البرنامج أهم المواجهات أتلانتا بيرغامو وفيريال انطلاقا من السبعة أولمبيك ليوني مع غلاسغو رانجرز، السبعة غير بوع سبارتا براغ مع بروندبي الدنماركي فريق أنيس بن سليمان لاعب المنتخب الوطني، ريال سوسيداد يواجه بي اس في اندهوفن، كيف ماتش كبير في فورجا بنابولي وليستر انطلاقا من السبعة غير بوع فينرباتشي التركي مع انتراخت فرانكفورت، لوام يلعب مع لوكوموتيف موسكو انطلاقا من التسعة نفس التوقيت، لاتسيو مع جالاتا سراي التركي، براغا مع ليتوال روج دو بلغراد كيف تسعة تقريبا. هذه اهم المواجهات الليلة، نجم زيدوها مقابلة ويستهام مع دينامو زاغريب انطلاقا من التسعة متاع الليلة. اكثر اخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايك FM.net.